تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي فرض إجراءات تعسفية جماعية على محافظة الخليل وعزلها عن بقية المحافظات وإغلاق مداخل القرى المحيطة بها وتقسيمها إلى أجزاء ردا على فقدان 3 مستوطنين في المدينة ليلة الجمعة الماضية. يعني بصراحة يعني الحركة بشكل عام شال عندنا في بين نعيم وفي الخيل بشكل عام كل الطرق والحواجز مسكرة كما تشاهدون الآن هي كل مدخل كل قرية وكل مدينة كما ترى جنود من الاحتلال ومقص من الحديد. منذ ظهر يوم الجمعة بدأ الجيش الإسرائيلي بشن حملات مداهمة لجميع أنحاء المدينة وتركزت في وسطها وأجزاء من دورة وتفوح وبيت كاحل قبل أن تمتد المداهمات إلى حلحول وبيت أمر والعروب حتى طالت غالبية القرى والأحياء والأراضي الزراعية والخالية. المداهمات المتواصلة والتي لا تتوقف لأي سبب كان رافقتها حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من مواطني المدينة والقرى فضلا عن إغلاق مداخلها بشكل كامل بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية. حشودات ضخمة وتعزيزات عسكرية شهدتها الشوارع الالتفافية والتي منع السكان من عبورها واستمرار الاعتداءات والملاحقات والاعتقالات للأهالي هي من العناوين البارزة في الحملة العسكرية الإسرائيلية على مدينة الخليل. لتلفزيون القدس محمد العدم الخليل. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.